اهلا بحضراتكم مره تانية. الفريق بيواصل استعداداته للموسم الجديد تحت قياده كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الاهلي، واستعدادات كلها قويه للغايه ومتناسبه بشكل جيد مع موسم باذن الله يكون الاهلي موفق فيه رغم صعوبته وصعوبه المنافسه في مختلف بطولاته سواء على الصعيد المحلي او الافريقي، نظرا ل يعني كم الانديه المميزه الموجوده في مختلف المنافسات والقوة الشرائيه اللي بقت كبيره بالتحديد كمان في الدوري المصري وبالطبع في افريقيا يعني. فبالتالي عايزين نطمن بشكل اكبر على فرقتنا واستعداداتهم خلال المرحله الحاليه، وخصوصا الاهلي عنده مباراه وديه مع بتروجيت يوم الاربعاء اللي جاي وهي اولى وديات الاهلي مع كولر. فخلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز محمد توفيق رئيس القناة الاهلي من مقر النادي بالجزيره، واكيد تابع يعني الاجزاء الاولى من مران اليوم عشان يقول لنا بعض التفاصيل المهمه بتتعلق بالتدريب. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا محمد، عايزين نطمن على الفرقه، الاستعدادات ايه النهارده وابرز ملامح المران؟ يعني يا امير زي ما ذكرت الفريق يعني بيخش اسبوع الثاني من فتره الاعداد استعدادا ان شاء الله للموسم المقبل اللي هيبتدي على طول بالمنافسات الافريقيه ان شاء الله مطلع الشهر المقبل مع احد الفريقين سواء المنستيري التونسي او الجيش الرواندي. يعني عاوز اقول لها كان امبارح كان الفريق اتدرب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه، النهارده التدريب على فتره مسائيه بس، يمكن التدريب ابتدى ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه ومن بعدها بعض التدريبات بالكره. عاوز اقول لك كمان ان الفريق ان شاء الله هيدخل من بكره على طول يا امير معسكر مغلق باذن الله، هيبتدي من بكره وحتى يوم الخميس المقبل باذن الله هيكون في احد الفنادق القريبه من مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره. هيكون التدريب يوميا على فترتين هنا في النادي الاهلي صباحا ومساء. يمكن كمان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر ان التدريب الثاني بكره ان شاء الله هيكون في السادسه والنصف بعد انتهاء مباراه المنستيري التونسي والجيش الرواندي. يعني فضل ان الجهاز الفني واللاعبين يشاهدوا المباراه في فندق الاقامه بكره علشان يشوفوا يعني احد الفريقين هيكون منافس الاهلي ان شاء الله في دور 32 من دوري ابطال افريقيا في نسخته الجديده باذن الله. يمكن النهارده طبعا بيشهد التمرين استمرار غياب اللاعبين الدوليين اللي مع المنتخب الاول سواء محمد الشناوي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، والوافد الجديد شادي حسين، كمان اللاعبين المنضمين للمنتخب الاولمبي طبعا حمزه علاء، محمد اشرف، محمد مغربي، رأفت خليل، وبرده الوافد الجديد مصطفى سعد. كمان يمكن اليو ديانج بيغيب عن التدريب النهارده امير طبعا لمشاركته مع منتخب بلاده والسفر لمالي للمشاركه في الاجنده الدوليه. علي معلول موجود في تمرين اليوم ولكن ان شاء الله بكره موعد سفره في 9 صباحا هيكون سفر للانضمام للمنتخب التونسي والمشاركه في يعني الاجنده الدوليه المقبله. زي ما انت ذكرت في 3 مباريات وديه خلاص الجهاز الفني استقر عليهم، الاولى هتبقى امام بتروجيت ان شاء الله يوم 21 هتبقى هنا على ملعب التتش في الجزيره، والمباراه الثانيه هتكون يوم 25 مع اسوان برده على ملعب مختار التتش، والمباراه الاخيره زي ما صرح لنا كابتن سالم عبد الحفيظ هتكون يوم 29 امام طلائع الجيش ودي هتكون على استاد الاهلي والسلام في مدينه السلام باذن الله. كل التوفيق طبعا زي ما انت قلت للنادي الاهلي ويكون موسم باذن الله يحقق النادي الاهلي فيه كل اهدافه ويسعد طبعا جماهيره، ده من الهدف الاول لجمهور النادي الاهلي يا امير. طيب توفيق، عايز اسالك عن بعض اللاعبين وبالتحديد عايز ابتدي بسافيو ومدى يعني الانسجام او التناغم، حتى لو لسه الموضوع طبعا محتاج وقت شويه، بس قول لي الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، ملامح على وجهه من خلال ما انت بتشوفها، ايه الاخبار، مدى سعادته، مدى تناغمه مع اللاعبين في تدريبات الفريق. يمكن يا امير طبعا يعني ده من حسن حظ اللاعب ان اللاعب جه على طول في فتره اعداد، فزي ما انت شايف على طول يعني في لسه ما فيش مباريات، ما فيش تلاحم مباريات، فده هيخلي فيه فرصه انه يخش مع اللاعبين. عاوز اقول لك انه موجود ومتلاحم مع اللاعبين. انا فاهم قصدك وفاهم سؤالك. لا ما فيش عزله خالص، هو واحد من الفريق أوي. مندمج مع الفريق، يمكن في احاديث جانبيه دايما بتجمعه ببعض اللاعبين. طبعا انت عارف ان طبيعه اللاعبين البرازيليين او امريكا الجنوبيه بشكل عام هي قريبه جدا من طبيعه اللاعب المصري او العربي سواء من اسلوب اللعب او كمان اسلوب الحياه. يعني دايما بتبقى الفرق كبير جدا من اللاعبين اللي بيجوا من اوروبا وبعض الشيء من اسيا، ولكن اللاعبين اللي بيكونوا من امريكا الجنوبيه يعني ستايل الحياه وستايل اللعب كمان بيبقى متشابه يا امير. يعني بما انك سالت على بعض اللاعبين ففي بعض اللاعبين برده حابب اطمنك عليهم، يمكن محمد مجدي قفشه ومحمد شريف النهارده يعني دكتور احمد ابو عبله اتكلمت معاه ان هم غائبين الاثنين عن مران اليوم، فقال لي لا هو البرنامج التاهيلي بتاعهم بيتضمن اليوم حصولهم على راحه، يمكن كانوا موجودين في الفترتين التدريبيتين اليوم بالامس وشاركوا في اجزاء كبيره جدا من التدريب، ولكن هو متضمن لبرنامجهم ان النهارده راحه، من بكره ان شاء الله هيكونوا موجودين برده مع الفريق وهياخدوا برده بعض التمرينات الجماعيه، مش هيخشوا بنسبه 100% طبعا مع الفريق ولكن هيكونوا موجودين بالنسبه اللي بيحددها الجهاز الفني. وعاوز اقول لك ان شاء الله يعني باذن الله يعني عودتهم للتدريبات الجماعيه بشكل كبير وكامل ان شاء الله تكون قريبا باذن الله يا امير.
طيب كهربا، انا شايف يعني اللقطات قدامنا دلوقتي على الشاشه في ابتسامه على وجهه يعني خلال عدد من اللقطات المختلفه اللي اتعرضت دلوقتي، فاوصف لي حالته المعنويه اخبارها ايه، وفي نفس الوقت مدى جاهزيته الفنيه والبدنيه، لان الجزئيه دي مهمه جدا. يعني هو موجود بشكل كامل جدا مع الفريق يا امير، يمكن زي ما انت شفت من خلال لقطاته حتى من الايام السابقه شفناه في التدريبات هو كهربا موجود مع زمايله بعلاقاته طبعا وباسلوبه المختلف عن اي لاعب تاني، طبعا ده بتعكسه مهارته كمان في الملعب. يعني الجاهزيه بقى البدنيه والفنيه دي طبعا هتبان خلال الفتره القادمه، وان شاء الله يكون موجود في المباريات الوديه مع الفريق. لكن طبعا يعني زي ما انت شفت اعلان القائمه سواء المحليه او بالافريقيه طبعا يعني عمل ارتياح كبير جدا اكيد على كهربا وكل عناصر الفريق، ان شاء الله تبقى قائمه قادره على تحقيق طموحات وامال جماهير النادي الاهلي، ويكون موسم يا امير يعني زي ما نقول بالعلامه الكامله باذن الله. عندنا دوري ابطال افريقيا، عندنا الكاس، عندنا الدوري، ان شاء الله نكون موفقين والنادي الاهلي يحصل على العلامه الكامله وباذن الله يسعد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان يا امير. بيرسي تاو مدى او يعني امتى يقدر يشارك في التدريبات مع الفريق ومدى جاهزيته للمشاركه، وقول لنا الميعاد طبقا لمعلوماتك يا توفيق. اتكلمت بالفعل مع دكتور احمد ابو عبد الرئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي قبل بدايه المران على طول، واتكلمنا عن بيرسي تاو، قال لي بيرسي تاو واحمد نبيل كوكا كان الاثنين في المرحله النهائيه من البرنامج العلاجي والتاهيلي اللي موضوع لهم، وان شاء الله يعني موعد عودتهم بقى للتدريبات بشكل فعلي ده هيحدده دكتور احمد ابو عبد يعني تبع يعني طبقا ل يعني جاهزيتهم وطبقا ل يعني زي ما بنقول استيعابهم وللبرنامج العلاج الموضوع ليهم، ولكن هم في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي ده بالنسبه لبيرسي تاو واحمد نبيل كوكا. بقيه اللاعبين الحمد لله موجودين بشكل اكثر من رائع زي ما طمنتك برده في البدايه على شريف وقفشه، ان شاء الله يعني باذن الله يعني مع بدايه الموسم يا امير او اول اسبوع كمان في الموسم تكون قائمه النادي الاهلي باذن الله مكتمله بإذن وان شاء الله نتمنى التوفيق على مدار الموسم، وربنا يبعد عنها الاصابات عشان فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون عند الميعاد وحقق كل جماهير امال وطموحات جماهير النادي الاهلي باذن الله. باذن الله توفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وقال لنا اخبار كتير جدا مهمه بتتعلق بالاصابيين بتتعلق بالمصابين وايضا جاهزيه بعض اللاعبين ابرزهم سافيو وكهربا، وكمان قال لنا موضوع بيرسي تاو وموعد مشاركته ان شاء الله يكون قريبا جدا في التدريبات، لان هو عنصر من العناصر المهمه جدا المقايضه طبعا معاك محليا وافريقيا، اكيد نتمنى له التوفيق هو وزمايله. هروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع نكمل، استنوا.